تابعنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام المؤتمر الصحفي لوزيرة التنمية المحلية ورئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك من مدينة العالمين الجديدة، حيث وجهت وزيرة التنمية المحلية الشكر للقيادة السياسية على اختيارها كأول سيدة تتولى منصب وزيرة التنمية المحلية. كما شكرت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مسيرة تمكين المرأة المصرية ودعمها بشكل حقيقي. وزيرة التنمية المحلية أعلنت كذلك الشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبدء إطلاق حملات توعوية بحقوق المواطن وخطوات الحفاظ على ثروته العقارية وخدمات المواطنين. كما أعلنت أيضا الوزيرة تخفيض إجراءات التصالح من 26 من 26 إجراء إلى 8 فقط، وذلك لتسهيل إصدار رخص البناء بالمعايير الصحيحة.